صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء، السيد دارين يانج المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية، السيدات والسادة الحضور، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في هذا الاحتفال الهام الذي يمثل نقلة موضوعية في مفهوم وتنفيذ سياسات الملكية الفكرية. وحتى لا نعيد ما قاله الزملاء قبلي، أحب أقول إن مصر عظيمة وقديمة جدا في موضوع الملكية الفكرية والحماية لها. ويمكن يحضرني من أول قوانين حماية العلامات التجارية كان 1939، ثم أعقبوا قوانين كثيرة لحماية المصنفات الفنية والأعمال الفنية، ثم بعد ذلك قانون التسجيل للبراءات الاختراعات، ثم قانون الأصناف النباتية، ثم القرار اللازم بالمؤشرات الجغرافية. كل هذا يمثل زخم كبير في موضوع حماية الملكية الفكرية. طب أمال إيه اللي احنا بنتكلم فيه في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؟ لما نشوف الواقع اللي احنا موجودين فيه، هناك أكثر من 10 جهات تتعامل في هذا الموضوع، وهو موضوع هام، موضوع الملكية الفكرية. وهناك زي معالي وزير العدل ما تفضل إن في قوانين كثيرة تتعامل، أكتر برضو لو مش غلطان 10 قوانين كلهم في مجاله بيتعامل مع الملكية الفكرية. ولكن الجميع محليا وإقليميا وعالميا يؤمن أن الملكية الفكرية أصبحت الآن تمثل المناخ الداعم لعمليات الابتكار والاختراع وإضافة المنتجات والخدمات الجديدة. وهذا تزامن بشكل غير طبيعي، وخاصة مع الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي لكل ما نقوم به من عمليات، ثم التقدم في الثورة الصناعية الرابعة وما يحدث فيها من هذا الموضوع. وبالتالي أصبح لزاما علينا إن احنا نتمشى مع السياسة العامة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية، وهي تحويل الملكية الفكرية إلى مناخ داعم للتنمية المستدامة، ومن ثم حماية حقوق كل إبداع فكري وإضافة فكرية من العقل البشري. كلنا عارفين مصر متميزة في إبداعاتها وأفرادها على طول الزمن، ومن ثم جاء التكليف الرئاسي والقرار من دولة رئيس الوزراء بلجنة مشتركة في كل الجهات لوضع هذه الاستراتيجية الهامة. ولذلك اللي بقول الاستراتيجية دي اللي هي فيها توحيد إطار تشريعي كامل للعمل في هذا الموضوع، توحيد وعمل إطار مؤسسي مسؤول عن تنفيذ هذه الأمور، بالإضافة إلى كيفية دعم كافة منظمات المجتمع المدني والصناعة والتجارة، بحيث يبقى عمل مجتمعي كامل. يسعدني وأنا موجود في هذا المقام إن وزارة التموين والتجارة الداخلية والمنوط بها بحماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية حصل تطور كبير جدا بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، سواء في تطوير منظومة المعلومات. النهاردة بقول وإحنا موجودين هنا عندنا أكتر من 650,000 علامة تجارية مسجلة، وتم وضعها على الكمبيوتر، وتم ربطها بالمركز الدولي
للعلامات التجارية. تم عمل شبكة معلومات كاملة بحيث النهاردة طلبات التسجيل بتتم من كل مكاتب السجل التجاري بالإضافة إلى الدعم المؤسسي. ولكن نطمح في القريب العاجل أثناء التنفيذ الفعلي لهذه المؤسسة أن يتقوم التعاون والاستمرار في التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وخاصة في المرحلة الانتقالية من توحيد الجهات لما لها من أثر كبير في رفع الكفاءة. وهناك تجارب دولية وعالمية تمت في هذا المقام، فإذن التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية هيكون مثمر. ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هذا الحدث وهذا اليوم يمثل نقلة موضوعية في هذا الموضوع، وإن شاء الله سيثمر كما كنا شايفين في المعرض الصبح كمية الإبداعات والاختراعات والإضافات. إن شاء الله هنجد إنها تزيد، وسعدت جدا بوجودنا، وبنرحب مرة أخرى بالسيد دارين يانج لما يقدمه من دعم لجمهورية مصر العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور علي المسلحي.